اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من المطبخ. ان شاء الله وصفات النهارده هتعجبكم. مستنيه تواصلكم معانا على التليفون او على الاس ام اس لو عايزين اي حاجه على الارقام اللي هتظهر على الشاشه. اول وصفه هعملها جراتان السمك. طاجن سمك بالرز حلو جدا، سهل وسريع، ينفع لو انت عندك رز من قبلها بيوم او عملت رز جديد مفيش مشكله. هنقول المقادير بتاعتي. جراتان السمك، كوبايتين رز ابيض مطبوخ سواء كان عندك من قبلها بيوم او عملت رز مخصوص، بصلايه كبيره مكعبات ناعمه، 3 فصوص ثوم، نص كيلو مكعبات طماطم صغيره، هستعمل 3 4 كيلو سمك فيليه، نص معلقه بهارات مشكله، معلقه كبيره زبده، معلقتين كبار دقيق، كوبايتين حليب، نص كوبايه جبنه مبشوره، معلقه كبيره سكر، معلقه خل تفاح، نص معلقه زعتر وفلفل حار، وده طبعا اختياري لو انت عايزاه. تاني هقول المقادير. كوبايتين رز سواء مطبوخ او انت عاملاه، يعني سوري قديم او عاملاه جديد، المهم يكون مستوي الرز. بصلايه كبيره، 3 فصوص ثوم، نص كيلو طماطم مكعبات، 3 4 كيلو سمك فيليه، نص معلقه بهارات مشكله، معلقه كبيره زبده للبشاميل اللي انا هعمله للسمك، معلقتين كبار دقيق، كوبايتين حليب، نص كوبايه جبنه مبشوره سواء تشيدر اي جبنه صفراء عندك هتستعمليها مفيش مشكله للوش يعني، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خل تفاح، نص معلقه زعتر وفلفل حار. اول حاجه هعمل ايه؟ هحط معلقه زبده هنا للبشاميل ومعلقه للسمك، شويه زيت هنا طبعا وهنا علشان ما تتحرقش. هحط البصله، بسم الله، البصله بتاعتي، وهحط الثوم والفلفل الحراق، مش عايزه فلفل حراق بدليه بقرن فلفل رومي مفيش مشكله اهو، واخليهم يطروا على النار. هاجي هنا هحط معلقتين دقيق، هحط معلقتين دقيق واحمصهم شويه لغايه لما الدقيق يستوي ويروح منه طعم الدقيق الني عشان الصوص بتاعي ما يبانش الدقيق ني فيه. اي صوص بشاميل انا بعمله لازم الدقيق يتحمص كويس، عشان كده انا عارفه ان في ناس بتحب تعمله في الخلاط الدقيق مع اللبن، ما بحبش طعمه بصراحه، ما بيدينيش الطعم الغني اللي انا عايزاه. وادي البصله، اخلي البصله تصفر كويس جدا، واخد بالي برضو اهو، بصوا عامل ازاي رغاوي، ده معناه ان دي خلاص دخل في السوى، عامل رغاوي، تحس ان هو عامل رغاوي، ولما اعمله كده بيبقى عامل زي الرمل المبلول، ده معناه ان هو خلاص كده كفايه على الدقيق. خدوا بالكم دي معلقتين، فعلشان كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا بستعمل لبن بودره على فكره في البشاميل، اي بشاميل بحس ان طعمه احلى من اللبن العادي، ما عدا في ام علي. ام علي ما ينفعش ابدا اللبن الباودر فيها خالص، بيفصل بعد كده بيبقى مش حلو ابدا، لكن في اي حاجه تانية اللبن الباودر في الطبخ انا بحبه اكتر. وان كمان بتتحكمي في الدسامه بتاعته، ممكن تزودي شويه بحيث يديكي طعم احلى. ادي عايزه بس ايه المضرب السلك، لغايه ما يغلي. هنا البصل عندي خلاص، بصوا اهي اصفرت جامد، هجيب السمك واحطه عليها، بسم الله، هيتقلب معاها لغايه لما ينزل ميته ويشرب ميته. والسمك بالذات لازم تكوني حذره جدا وانت بتقلبيه، انا بقلبه عشان لسه محطوط فلسه ني، علشان لو دخل في السوا وقلبته كتير هيتفتفت، فخدي بالك من النقطه دي. ممكن بدل السمك تستعملي جمبري، تستعملي كاليماري، تستعملي كل انواع السي فود اللي انت عايزاها، خليط مع بعضه مفيش مشكله. ادي هنا الصوص عندي يا دينا. الو الو، ايوه دينا. انت دينا الصغننه، ازيك يا عمر عامله ايه؟ الحمد لله تمام. لسه النهارده الاعداد بيشتكوا لي ان انت ما بعتلهمش الحاجه اللي طلبوها عشان تطلعي معانا، وانا ان شاء الله هبعتها. ماشي يا قمر، عشان انا مستنيه ان انت تيجي معايا ان شاء الله. خلاص ان شاء الله هبعت السوا. عينيا يا حبيبه قلبي. ماشي. عينيا ليكي، عايزه حاجه تانية؟ لا. اوكي يا روحي، يلا باي باي.
ادي السمك بالراحه لغايه ما يشرب ميته. هحط عليه بهارات، احط عليه الزعتر، ممكن نزود شويه بهارات تانيه، يعني بدل نص معلقه بهارات ممكن تحطي معلقه كامله. دايما البهارات بترجع للذوق الشخصي، بس خدي بالك على قد ما بتدي الاكل طعم حلو على قد كترها ممكن يغير طعم الاكله تماما، وعلى قد البهار الغلط ما يبوظلك الدنيا. يعني ممكن تستعملي بهارات مش لايقه مع الاكله فدي بتبوظ الدنيا خالص. هاجي بقى اعمل ايه هنا؟ الرز المستوي هقلبه بالراحه بقى علشان ايه ما هريش السمك بتاعي، فمش هحطه كله واقلبه ريحه السمك فظيعه. بالراحه كده هكون مجهزه الطاجن اللي انا هعمل فيه او البايركس او اي حاجه بس تخش الفرن اللي هعمل فيها. بصوا بالراحه كده هقلبه، السمك اللي بالبصل والثوم والبهارات بتقلب كويس مع الرز. وبعدين هنعمل ايه؟ هنجيب بسم الله هقلب معاه انا على ايه؟ ماسك الافوكادو. جالنا اس ام اس على عدد استعمالات ماسك الافوكادو بتستعمليه مره في الاسبوع لو هو ماسك الافوكادو اللي احنا قلنا طريقته. مكان الرز بقى هعمل ايه؟ هنحط نص الطماطم، اوكي، البسبوسه من عينيا الاثنين هنقول طريقتها. هحط الطماطم نص كميه الطماطم مع معلقه الخل ومعلقه السكر والبيتزا من عينيا. البسبوسه البيتي هنقولها وهنقول البيتزا. ادي الطماطم كده اهو، هحطها كلها واخليها تغلي غلوتين. هاجي هنا بقى بالشوكه عشان ما اهرسش السمك ما اهريهوش. هاجي بالراحه كده اهو عشان اقلب الرز كله في السمك والرز يختلط بالبصل والثوم والبهارات اللي انا حطاها والزعتر وادي الفلفل الحراق عشان يبقى كل طعمه واحد في كل حته، يعني الطبق كله طعمه واحد في كل حته. عايزه تحطي بسله مثلا، تحطي اي نوع خضار، ذره هيبقى حلو برده معايا مفيش مشكله، بس هي دي الطريقه الاساسيه كده اهو. الطماطم تغلي شويه مش كتير، حطيت عليها زي ما قلنا معلقه الخل خل التفاح ومعلقه السكر وحطيت ملح وادي فلفل اسود. هي غلوتين مجرد تطرى. وبعدين هاجي اعمل ايه؟ هشيلها واروح جايباها على وش السمك اللي بالرز كده. هكون مجهزه جنبي الصوص اللي انا عاملاه، الصوص الابيض اللي هو البشاميل الخفيف اللي انا عاملاه اهو. ادي الصوص. الطبقين بتوع النهارده مش عايزه اقول لكم حلوين جدا. الاثنين اطباق مستقله بذاتها، يعني مش لازم تعملي جنبها حاجه، ممكن طبق سلطه كافي جنبها. سهلين وطعمهم حلو وشكلهم على السفره لو عندك عزومه بيبقى فظيع. اجي بقى اخر حاجه الجبنه المبشوره برشها كده اهو، وبدخل الطاجن الفرن. حلو قوي 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 كده اهو اهو، يخش الفرن لغايه
ما تسيح الجبنه ويتحمر شويه وشه، ما تحمريهوش قوي علشان ما تتحرقش. انا بس بحاول ادخل الجبنه شويه في الصوص البشاميل عشان يبقى لونه حلو ما تبقاش ملسوعه. هنطلع دلوقتي بقى الفاصل، بس ثواني يا مجدي ما تستعجلش يا مجدي. ايوه كده اهو. بصوا انا عايزه بس ابين الطماطم شويه لتحتيه وابين السمك. زي ما قلت لكم انا دايما بحب ان الحاجه تبقى باينه في الطبق، ما تمص المعالم بتاعته، معالم الاشياء، ما بحيث ايه يبقى باين ابقى عارفه انا باكل ايه او انا بقدم ايه. اي حته سمكه صغننه كده تبان بس كده اهو. بقى واروح مدخلاه الفرن، واروح لفاصل علشان ادخله الفرن. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، حطينا جراتان السمك في الفرن، وهنعمل دلوقتي كرات البطاطس بالخضار وصوص الجبنه. وصفه حلوه جدا. انا كان عندي مثلا اصحابي امبارح وعملتها لهم اتجننوا عليها. احنا عملناها قبل كده في الحلقه بس من فتره طويله، غيرت بقى في الصوص بتاعها وغيرت في المقادير بتاعتها، فعايزه اديكم بقى الطريقه الجديده اللي هي احلى من الاولانيه. انا بس عشان حاطه الزبده تسيح اهي. المقادير بتاعتي هستعمل تلت كيلو صدور فراخ شرايح رفيعه نيه، مش مسلوقه يعني. قرنين فلفل حراق، بصلايه شرايح رفيعه، حبتين فلفل رومي شرايح رفيعه، نص علبه ذره، ودي اختياري ذره سويت كورن يعني اللي هي الحلوه، حبه فلفل الوان شرايح رفيعه، معلقه كبيره اوريجانو، ونص معلقه كبيره بابريكا. البطاطس خمس حبات بطاطس مسلوقه ومهروسه، معلقتين كبار مايونيز، معلقتين كبار زبده، عصير نص ليمونه. ده للبطاطس. طيب الصوص بتاعي كوبايه كريمه، كوبايه كريم تشيز، نص كوبايه جبنه تشيدر او جوده مبشوره، وللوش هحتاج موتزاريلا ورشه اوريجانو. نقول المقادير تاني. تلت كيلو صدور فراخ شرايح، انا هحط اهو شويه زبده وزيت على النار. تلت كيلو صدور فراخ شرايح، هحط معاها قرنين فلفل حراق، بصل على شرايح رفيعه، حبتين فلفل رومي شرايح رفيعه اهي. انا هحط ادي الفلفل الرومي واحنا بنقول المقادير، اشوحه هو والفلفل الالوان والبصله. نص علبه ذره، حبايه فلفل الوان شرايح رفيعه، معلقه كبيره اوريجانو، ومعلقه كبيره بابريكا. البطاطس بتاعتي خمس حبات كبيره بطاطس مسلوقه، وما هستعمل معلقتين كبار مايونيز، معلقتين كبار زبده، عصير نص ليمونه. ده للبطاطس نفسها. هاجي بقى للصوص، عباره عن كوبايه كريمه، كوبايه كريم تشيز، نص كوبايه جبنه تشيدر او جوده، وللوش هستعمل موتزاريلا ورشه اوريجانو. ادي الخضار بشوحها، حط عليها الاوريجانو والبابريكا. الخضار تتشوح، مش تستوي قوي، لا هي مجرد تاخد تحميره، يا دوبك اول ما ميتها تنشف بشيلها. طيب هنقول الاول البسبوسه، جت طلبوا مننا البسبوسه والاكواب المعياريه، نقولها واحنا بنشتغل. البسبوسه البيتي، طريقه البسبوسه البيتي، هتستعملي السميد بتاع البسبوسه، وهتستعملي المقادير اللي هي دي قدامي. نص كيلو سميد، علبه زبادي 200 جرام، كوبايه وربع سكر، نص معلقه بيكنج باودر، نص كوبايه سمنه، أربع معالق جلوكوز أو عسل أبيض اللي تلاقيه، هستعمل معلقتين كبار مليانين قشطة فانيليا، ربع كوباية جوز هند، وهستعمل رشة ملح. الشربات بتاعي كوبايتين ونص سكر، كوبايتين مية، وعصير نص ليمونة. البسبوسة بخلط المقادير كلها مع بعض ما عدا السميد، خلاص؟ علشان ما يترش وتبقى مرملة، بتخلطي كل المقادير. بصوا أدي هي شربت بتاعتها الميه بتاعتها. هجيب الطبق اللي انا هستعمله واروح حطاها، او خليه هنا عشان يبان، واروح منزلاه بقى من غير الزيوت اللي فيه. انا كنت حاطه زيت وزبده علشان يا ايه. ازيك عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. علي صوتك بس عشان مش سامعاكي. لا
الحمد لله. يا قمر عينيا ليكي. بصي انا عايزه كل ما اعمل المكرونه بالبشاميل تسيب مني، مش عارفه ليه تسيب. اه يبقى انت البشاميل عاملاه خفيف. لا والله مدام بتعملي مقدار البشاميل ايه؟ كوبايتين دقيق، كوبايتين زبده. على قد ايه لبن؟ على 2 كوب لبن. 2 كوب لبن؟ مش عارفه هي تقريبا 2 ل 3 كيلو. لا بصي يا حبيبتي انا هقول لك مقدار البشاميل مختلف تماما. عينيا خليكي معايا هقول لك المقدار، اخلص بس البسبوسه والاكواب المعياريه واقول لك. عينيا الاثنين. بصوا انا حطيت الخضار في الطاجن تحت، هحط مكان الخضار الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. شرايح الفراخ والفلفل الحراق معاها، ادي الفلفل الحراق انا عاملاه حلقات كده، نقطه زيت كمان انا حطيتها مكان الخضار، يعني شلت الخضار حطيت مكانها الفراخ، بسيبها لغايه برضو ما تنزل ميتها وتشربها، وهروح اكمل بقيه الوصفه البطاطس بتاعتي. كنا بنقول في البسبوسه بنخلط كل المقادير مع بعضها ما عدا السميد، وبعد ما اخلط المقادير كويس اروح حاطه السميد ومقلباه تقليبه واحده معاها، وحطاها في الصينيه. الصينيه حوالي 30 سنتي او 28 سنتي بتنفع، تكون مدهونه كويس قوي بالطحينه خلاص او سمنه. وبعد كده اهو بدخلها الفرن لغايه لما تستوي. شغلي الفرن من فوق وتحت، طلعيها وهي سخنه، حطي عليها الشربات سخن، يعني شربات حتى لو انت عاملاه من الاول سخنيه، وحطيه على البسبوسه واطفي الفرن ورجعيها 5 دقايق جوه الفرن وهو مطفي تشرب الشربات بتاعها، يعني اطفي الفرن ورجعيها تاني، وهتدوقي احلى بسبوسه ان شاء الله تعجبك باذن الله. الاكواب المعياريه انت مجدي الاس ام اس بيسال على كوبايه ايه؟ الدقيق والزبده؟ طب اوكي. ما تقدريش تحددي للحاجات دي كلها وزن واحد، دي والسكر والسوائل، يعني الكوبايه من السايل. حد بيكلمني؟ السوائل، اللبن، الميه، كل السوائل الكوبايه المعياريه 240 مللي. الدقيق لا مش كده. الزبده بصوا انا حمرت الفراخ وهجيبها مع الخضار، ادي الفراخ والخضار. لو انت هتستعملي الذره حطي الذره معاهم برضو هنا اهو كده اهو. هاجي بقى اعمل ايه؟ هاجي للبطاطس بتاعتي. البطاطس مع الزبده مع عصير نص الليمونه مع مايونيز. يا هبه. الو الو مساء الخير. اهلا وسهلا، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي ربنا يخليك. عاوز اقول لك تسلم ايدك، والاكله دي شكلها يعني خطير، هيعجبك ان شاء الله. الاكله دي شكلها خطير، جربيها. بقول لك امبارح كانوا عندي انبسطوا جدا منها. والله فعلا ما هي شكلها حلو، اكيد اللي اكلها لازم ينبسط. الله يخليك، عينيا ليك يا هبه. تسلمي لي، ويا ريت حاجات حلوه كتير كده، بس حاجات حلوه يعني ما تتخنش. ماشي هنحاول. هنحاول. عينيا ليك يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي ليك يا قمر. بص يا حبايبي دلوقتي هكور البطاطس واروح حطاها كور فوق الخضار. خلينا نطفي ده بس عشان الدخنه. الخضار، البطاطس عملتها بالمايونيز والزبده ونص ليمونه، مجرد عصره ليمونه بسيطه كده تدي فليفر مش اكتر، وبعدين هحط لها الصوص. ادي كور البطاطس. انا بس علشان ايه تبقى واقفه، يعني عارفه اعملي الخضار كده علشان تقف بس، يبقى شكل الطبقه في الاخر حلو. ادي اخر واحده خلاص. هاجي اعمل بقى الصوص بتاعها، هضربه هنا علشان يبقى سايل معايا ويبقى سلس.
افتكرتك هتقولي فاصل. يا ابتسام. اهلا اهلا. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا مدام ايه؟ الحمد لله يا قمر. منوره منوره. ميرسي يا حبيبتي، بنورك. تسلم ايديكي على كل اللي بتعمليه والله بجد. الله يخليكي، تسلمي. حاجات راقيه وجميله وبنستفيد منها. تسلمي يا قمر، الله يخليكي، عنايه ليكي. والله عايزاكي بس تعيدي لي تاني انواع البلاستيكات اللي هي من رقم 1 لرقم 6 والاسترتش رول. ينفع احطه في الفرن؟ لا 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 ما ينفعش. يعني الفرن ليه اكياس حراريه بتستحمل لا الحراره. لا معلش، لا البلاستيك الاسترتش ينفع مثلا احطه فوق السيلفر وانا مثلا بعمل صينيه بطاطس؟ لا 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 والله لا 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 خالص. اوعي اوعي. اللي يتحط الفرن بس الكيس الحراري. والكيس الحراري ما تزوديش حراره الفرن باي حال من الاحوال عن 200. الكيس الحراري لغايه درجه 200 مفيش اي مشكله منه، بعد 200 هيتفاعل مع الاكل. بصوا انا مش بعقد الدنيا والله، بس انا بوعيكم لان انتوا شايفين الامراض كترت ازاي، بقينا نسمع عن امراض غريبه عمرنا ما كنا بنسمع عنها، فخدوا بالكم وربنا يستر ان شاء الله باذن الله. بس الاكياس الحراريه اللي هي الوحيده اللي ممكن تخش الفرن كده اهو. هحط بس شويه ملح، نسيت احط ملح مع الصوص. هحط ملح. اللي هنعيد ال ايه بقى ايه؟ طب اخلص الاكله، اصبر عليا. هنعيد البلاستيك بس هحاول اخد اجيب وقت كده بس ان شاء الله عشان اعيد لك اهي. وزي ما قلنا حاولي ما تغطيش شكل الصينية، لان دي اصلا بيبقى شكلها حلو في الاخر، خسارة تبوظي شكلها اهو كده. عشان يبان ان هي كور كمان ويبان فيها خضار. خلينا نشيل ده علشان اعرف. جامد. الواحد للايام دي بقى لازم يبقى عنده عضلات علشان يتعامل مع حاجه المطابخ كده وكده. هنقول حالا بس انا عايزه اخلي شكله كويس كلينكس بس. هنقول للبيتزا، بصي طريقه البيتزا، نص كيلو الدقيق. بصي في كذا طريقه بيتزا، في بيتزا رفيعه، في بيتزا العاديه التخينه، البيتزا الطريه اللي هي بتبقى تخينه سنه كده زي البان بيتزا هي اللي انا هقولها لك دلوقتي. نص كيلو. ميرسي يا احمد، ادي جراتان السمك طلع ريحته فظيعه، هيعجبكم جدا ان شاء الله لو جربتوه. ادي كرات البطاطس هحط لها موتزاريلا، ادي الموتزاريلا. الصوص هيسيح خدي بالك، المهم تبيني انها كور يعني عشان تعبك ما يروحش بس على الارض، والا كنا عملناها من الاول فردنا البطاطس. واخر حاجه رشه اوريجانو بس عشان تديني شكل حلو فوق الحاجه. البيتزا عجينه البيتزا زي ما قلنا نص كيلو بياخد ربع كوبايه زيت وربع كوبايه سمنه، بياخد بيضايه، بياخد معلقه كبيره خميره، ملح، معلقتين سكر، وبياخد ميه نقول كوبايه كوبايه وربع، وبتعجنيها كويس وتسيبيها لما تخمر. هتلاقي دي احلى عجينه بيتزا تعمليها ان شاء الله. هحطه في الفرن واطلع لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل، استنونا. رجعنا لكم جديد. هنعمل دلوقتي الحلو بتاع النهارده. هعمل كيكه الموز، احلى كيكه موز هتاكلوها بالفروستنج بتاعها اللي هو بتاع الكريم تشيز، الفروستنج اللي هو الطبقه البيضة السكر اللي هنغطيها بيه، حلو قوي. وانا بهرس الموز بس هحط عليه الليمون عشان ما يسودش. وهنقول حالا المقادير بتاعتي.
هستعمل تلت كوبايه زبده، 40 ملي زيت، كوبايه ونص سكر، معلقه كبيره عصير ليمون اللي انا حطيتها على الموز دي، كوبايه لبن رايب، بيضتين فانيليا، رشه ملح، وهستعمل معلقه ونص صغيرين بيكنج باودر، كوبايتين دقيق، كوبايه موز مهروس، حوالي 3 موزات كبار، كوبايه من الموز المهروس. خلاص الفروستنج بتاعي اللي هي الطبقه البيضاء اللي انا هغطي بيها الكيكه عباره عن كوبايتين سكر بودره منخول، تلت كوبايه زبده فانيليا، 180 جرام كريم تشيز. من تاني مقادير الكيكه، ادي الموز، تلت كوبايه زبده، 40 ملي زيت، كوبايه ونص سكر، معلقه كبيره عصير ليمون، كوبايه لبن رايب، بيضتين فانيليا، رشه ملح، معلقه ونص صغيرين بيكنج باودر، كوبايتين دقيق، كوبايه موز مهروس. هستعمل للفروستنج بتاعي كوبايتين سكر بودره منخول، تلت كوبايه زبده فانيليا، 180 جرام كريم تشيز. هاجي اول حاجه للكيكه نفسها، احنا هرسنا الموز اهو زي ما قلنا. هاجي اول حاجه البيض، احط البيضتين ومعاهم الفانيليا والزبده من عينيا. انا عايزه بس اقول كمان الاول الاكواب المعياريه، لا ما قلناش، احنا قلنا انها بتختلف من حاجه لحاجه بس ما قلناش، يعني مثلا كوبايه السكر 225 جرام، كوبايه الدقيق 160 جرام. انا بضرب الزبده والزيت والبيض وهحط السكر معاهم والفانيليا طبعا. كوبايه الزبده 240 جرام، زي ما قلنا اللبن والميه، السوائل الكوبايه 240 ملي، فبتختلف من حاجه للتانيه حسب وزنها اهو، عشان تبقى هشه زي الكريمه. وبعدين بيكنج باودر، اللبن الرايب، هحط الموز، واخر حاجه تزيد ادي الموز. طبعا بكون دهمه قالب البوند كيك اللي هو المخروم النص، هدهنه كويس، وزي ما اتفقنا قبل كده ان الكيك اللي بيبقى فيه فواكه بيبقى اتقل من الكيك العادي، فلازم يدهن مع الدقيق سمنه، يعني لازم ادهن القالب بسمنه ودقيق علشان الكيكه ما تلزقش فيه. خلاص اخر حاجه هحط الدقيق واقلبه، بصوا هتحسوا ان هي سايله شويه لان كمان الموز بيسيلها اكتر. بنزل الدقيق على 3 مرات واقلبه، وبعد كده بقى بتاكد ان هو اتقلب كويس من الجوانب كمان. القالب بتاعي احنا كنا حاطينه هنا، ادي الكيكه ادي الكيكه بتاعتي خلصت. بصي يا احمد، هروح حطاها في القالب، احنا قلنا البوند كيك اللي هو القالب المخروم، اي شكل انت عايزاه طبعا ما فيش، مش مشكله، حطي قالب عادي يعني، مش شرط يعني، بس انا بحب كمان القوالب المخرومه انها بتوزع الحراره صح، فبتخلي الكيكه تستوي كويس، وبتخلي الكيكه من النص مستويه اسهل، لان في ناس بتعجن معاهم الكيكه من النص، الكيكه اللي هي في صينيه كامله محتاجه الفرن يكون متوسط الحراره وتقعد الوقت كله في الحراره متوزعه بمروحه احسن، لكن الكيكه اللي هي القالب بتاعها مخروم بيوزع لي القالب الحراره من جوه الكيكه، فبتبقى اسهل في الخبز
واسهل في الفرن العادي اللي ما فيهوش مروحه. فده للناس اللي لسه بتشتري حاجتها بقى تبقى واخده بالها من كده. هاجي بقى اعمل الفروستنج بتاعي. احنا عايزين يا احمد دي هنحطها على 180 ساعه في الفرن. عايزين نجيب شكلها لما طلعت. هحط انا هنا الكريم تشيز بتاعتي وهحط معاها الزبده بتاعه الفروستنج. ايه الفانيليا لسه ادي الكيكه شكلها كده وهحط لها بقى الفروستنج عليها. هضربهم الاول لوحدهم. الفروستنج ده بيبقى سميك بيبقى تخين يعني مش سايل، لا بيبقى سميك وبحطه عليها. هتشوفوا ازاي بالاول بضربهم مع بعض كويس قوي قبل ما اضيف السكر البودره. اهي شايفين هي دابت. هروح قافله وهحط نص السكر البودره وافتح بالراحه عشان ما يطرش عليا. ايوه كده اهو. ايوه سكر. ما احنا خلاص خد اهو. بصوا اروح برضو طافيه تاني وهحط النص التاني. وزي ما قلنا الفروستنج ده بيبقى سميك شويه بالراحه لغايه لما يمتزجوا. ازود السرعه. حسيتي ان هو تخين قوي مش هيفرق معاكي معلقه ميه او معلقه لبن، بس هو زي الفل اهو ما شاء الله. انا عايزه قبل ما اكمل بس اروح اشوف. شايفين فل اهو. الفروستنج ده زي ما قلت لك بيبقى سميك بيتفرد على الكيكه بالراحه لان هو مش سايل تصبيه عليها. هعمل الباقي بالمعلقه بالسباتشولا معايا. بقيت السكر انا بس اهي بفضيها واجي اروح كشطه كل على الجوانب ده. يا ساميه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام ايه؟ الحمد لله يا قمر عامله ايه؟ انا مبسوطه اني بكلمك على طول. انا اكتر يا حبيبتي تسلمي. يوميا بتفرج على البرنامج بتاع حضرتك. الله يخليكي ربنا يخليكي ليا يا رب. علي صوتك بس. بصي يا حبيبتي انا جايبه بوتاجاز وبعدين اول ما عملت عليه الكيكه العاديه اتلاقيت العجينه من جوه بعد ما والوش بره خالص، فهو من غير هوايه اعمل ايه علشان خاطر اوزع الحراره عليه؟ طيب انا هسالك كام سؤال. الكيكه نعم. لازم علشان ما تكونش معجنه ما يبقاش درجه حراره الفرن عاليه. انت الفرن ده كانت عامله درجه حراره على كام؟ لا هو ما فيهوش ديجري بس انا هو فعلا عالي جدا يعني حرارته حامي. عاليه جدا حامي. طيب انت عندك حاجتين لازم تعمليهم في الفرن ده عشان الكيكه تتخبز معاكي كويس. اول حاجه لازم تولعيه نار واطيه وقبلها بفتره، يعني مثلا هو كهرباء ولا حراره ولا غاز؟ هو غاز طبيعي. غاز طبيعي. طيب بصي هتولعيه قبل ما تبتدي تشتغلي في الكيكه وعلى نار هاديه بس الفرن يسخن وعشان يوصل لدرجه الحراره المطلوبه ما يبقاش سخن حامي ان هو يحرق لك الكيكه. تاني حاجه لو حسيتي برده انها ممكن هتلسع منك حطي في قعر الفرن صينيه فيها شويه ميه. خلاص؟ اوكي. طب لو هو في ديجري لاني عندي بوتاجاز تاني يعني من كام لكام؟ من 1 لـ10؟ لا هو لحد 200 لانه جايباه من بره. لغايه 200 يعني 200 اعلى حاجه فيه. طب يبقى انت تعمليه على 160. 160؟ 160. طب شكرا يا مدام. العفو حبيبتي عينيا ليكي. طيب هنطلع فاصل نكمل في الفاصل. ماشي هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل. استنونا. رجعنا من جديد. حطينا الفروستنج بس انا عايزه اوريكم بس حاجه لو احنا بنحطه اعمليه بحركه دائريه كده علشان يبقى شكله حلو معاكي كده. زي ما قلنا هو سميك ما بينزلش للاخر بيبقى متعلق على نص الكيكه بس. ممكن تزينيه بشرايح موز بس لازم تحط لها عصير ليمون لان الموز بيسود هيبقى شكلها مش حلو كده اهو. واي حاجه ثانيه ادي مثلا الكريز المسكر. ممكن ترشي فستق ترشي هنرش احنا نسكافيه اهي.
بحيث يدينا شكل حلو وفليفر بسيط لا يشكر يعني، بحيث يعني تدي منظر حلو. دي كيكة الموز سهلة، متهيألي مفيهاش حاجة خالص، سهلة وسريعة وهتعجبكم جدا بالفراستنج بتاعها. شايفين جميلة ازاي كده اهو اهي. الله حلو، تسلم ايديك يا مجدي، ميرسي. هنقول بقى المقادير بتاعتنا من تاني، احنا فاضل لنا ايه تاني طلب على الاس ام اس. المقادير كيكة الموز هقولها الاول، احنا ما قدامنا وقت قد ايه يا مجدي؟ بس حلو قوي. هنقول المكرونه البشاميل وهنقول المقادير الاول بتاعتنا. الكيكه نفسها تلت كوبايه زبده، 40 مللي زيت، كوبايه ونص سكر، معلقه كبيره عصير ليمون، كوبايه لبن رايب، بيضتين، فانيليا، رشه ملح، كوبايه معلقه ونص صغيرين بيكنج صودا، كوبايتين دقيق، كوبايه موز مهروس. الفروستنج بتاعي كوبايتين سكر بودره منخول مع تلت كوبايه زبده فانيليا، 180 جرام كريم تشيز. بعمل الكيكه بتاعت الموز واحط عليها الفروستنج بتاعها وبزوقها بالشكل اللي انتوا عايزينه. هنعمل دلوقتي هنقول جراتان السمك، انا عايزه اطلع دي بس قدام، بسم الله الرحمن الرحيم. وجراتان السمك، جراتان السمك ممكن تعمليه بالسي فود، بالجمبري، بالكالماري، بس زي ما انت عايزه. كوبايتين رز ابيض مطبوخ، بصلايه كبيره معموله مكعبات صغننه او مبشوره، ثلاث فصوص ثوم، نص كيلو مكعبات طماطم، وهستعمل ثلاث ارباع كيلو سمك فيليه، نص معلقه بهارات مشكله، ممكن تبقى معلقه احلى، معلقه كبيره زبده، معلقتين كبار دقيق، كوبايتين حليب، نص كوبايه جبنه مبشوره، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خل، تفاح، نص معلقه زعتر وفلفل حراق. مقادير اخر صنف اللي هو كرات البطاطس، احنا ما وريناهمش كرات البطاطس من فوق يا مجدي لما طلعت من الفرن اهي. شفت بقى اهي، شايفين حلوه ازاي؟ طعمها فظيع فظيع، شكلا وطعما حلوه قوي، هتعجبكم ان شاء الله. المقادير بتاعتها عباره عن ايه؟ تلت كيلو صدور فراخ شرايح رفيعه نيه، قرنين فلفل حراق، دول بيتشوحوا لوحدهم، بصلايه شرايح رفيعه، وحبتين فلفل رومي شرايح رفيعه، وحبه فلفل الوان شرايح رفيعه، دول بيتشوحوا مع بعض، حط عليهم معلقه كبيره اوريجانو، نص معلقه كبيره بابريكا، ونص علبه ذره لو تحبي، خلاص؟ واقلبهم بعد ما دول يستووا، دول يستووا هقلب الفراخ مع الخضار واحطهم في قعر الطاجن. اجي للبطاطس، عباره عن خمس حبات بطاطس كبيره مسلوقه ومهروسه، هخلط معاها معلقتين كبار مايونيز، معلقتين كبار زبده، عصير نص ليمونه، واكورهم واحطهم فوق الخضار. الصوص بتاعي كوبايه كريمه، كوبايه كريم تشيز، نص كوبايه جبنه شيدر او جوده مبشورين، بضربهم مع بعض، احطهم على الوش وارشها بالموتزاريلا ورشه اوريجانو، وبدخلها الفرن تغلي كويس ووشها يتحمر. مفيش احلى من كده بقى. مين معايا؟ استاذ محمود. الو الو الو. ايوه ازي حضرتك، علي صوتك. كنت بعد اذنك بس عايز اعرف طريقه البيتزا. من عينيا الاثنين، هقول لك بيتزا تاني دلوقتي حالا. العجينه بتاعت البيتزا كل نص كيلو دقيق بحط عليه بضايه، بحط عليه ربع كوبايه زيت ومعلقتين سمنه او ربع كوبايه سمنه، هي معلقتين سمنه دي على وانا عايزاها طريه، مش الناشفه المقرمشه، تبقى الهشه وطريه عجينه بيتزا. بحط عليه معلقتين سكر، معلقه كبيره خميره فوريه، ونص معلقه ملح، وشويه ميه، وعجنهم كويس قوي مع بعض قد ما هتاخد ميه معايا، واسيبها تخمر خالص. بعدين بقسمهم على صينيتين، الصينيه حوالي 30 سم كده، صينيتين، ادخلها الفرن خمس دقائق، مجرد العجينه تشد نفسها تبقى ماسكه نفسها، اطلعها ادهنها بصلصه البيتزا. صلصه البيتزا دي انت ممكن تدهنيها كاتشب، ممكن تعملي صلصه من توميه على النار، عليها بعد ما تصفر التومه تروح حاطه عليها حبتين ثلاثه طماطم مبشورين، معلقه صلصه، معلقه سكر، ورشه زعتر، يغلوا غلوتين وتحطيهم على وش العجينه، وعليها كل الخضار اللي انت عايزاها، وتدخليها الفرن تستوي. بعد ما تستوي خالص اطلعها، ارش الجبنه الموتزاريلا وارجعها تحت الشوايه عشان تفضل الجبنه الموتزاريلا طريه معايا. طيب تارت الشوكولاته، طيب تارت الشوكولاته المقادير بتاعتي، العجينه نفسها بتاعت التارت كوبايتين دقيق،
ربع كوبايه زبده دايبه، ربع سوري نص كوبايه سكر بودره بيضايه، معلقه كبيره حليب، معلقه صغيره فانيليا ورشه ملح. الحشوه بتاعتي المقادير بتاعتها كوبايه وربع كريمه، 400 جرام شوكولاته مبشوره، ورشه ملح لو تحبي رشه ملح عشان تبين طعم السكر اللي في الشوكولاته تبرزه مش اكتر، مش هتبان مالحه يعني. هتدهني قالب التورت بالزبده كويس جدا وترش عليه دقيق، او تدهنيه بزيت تحطي له ورقه زبده عشان يطلع معاكي القالب بسهوله. وبعد كده اهو هتحطي في العجانه الدقيق والملح والسكر البودره وتضربيهم كويس جدا، بعد كده تحطي الزبده الدايبه عليهم وتعجنيهم، واخر حاجه بتحطيها البيضايه لغايه لما العجينه تتجانس وتفرديها في القالب بتاع التارت وتغطيها بكيس نايلون وتحطيها في الثلاجه. خلاص انا ما حطيتهاش في الفرن، يا اما لو انت مش عارفه تفرديها بسهوله لفيها بنايلون الاول وحطيها في الثلاجه، بعدين بعد ساعه طلعيها افرديها بالتارت، الخيار ليكي. يا اما تحطيها وهي مفروده في العجين في القالب في الثلاجه ساعه، او تحطيها الاول ساعه بعد كده تفرديها، المهم ما تدخليهاش الفرن قبل ما تدخليها الثلاجه. حاضر هقول دي وهقول المكرونه بشاميل من عينيا. بتعجزني يعني. المهم بفردها وبحط العجينه في الفرن ربع ساعه. في نفس الوقت الربع ساعه دي بقى بعمل حمام ميه على البوتاجاز، احط فيه الشوكولاته والكريمه لغايه لما تدوب، اطلع التارت من الفرن واصب فيه الشوكولاته وهحركها بهدوء كده لغايه لما تبقى متساويه، اروح مدخلاه الثلاجه تجمد الشوكولاته. يبقى انا بسوي العجينه لوحدها، بعد كده بجيب بطلع العجينه لما تستوي تاخد ربع ساعه او ثلث ساعه في الفرن، احط فيها صوص الشوكولاته وادخلها الثلاجه لغايه لما تمسك نفسها الشوكولاته وبقدمها. المكرونه البشاميل كل معلقه دقيق بتاخد كوبايه لبن، سيبك بقى من كوبايه دقيق وكوبايه زبده والكلام ده خالص، معلقه الدقيق معلقه الاكل بتاعه الدقيق اهي، معلقه الاكل بتاعه الدقيق معلقه اكل تبقى معلقه مليانه، دي بتاخد كوبايه 240 مللي لبن. خلاص مج اللبن مش كبير اللي هو 240 مللي بياخد معلقه دقيق، وبياخد معلقه زبده بس مش مليانه قوي بقى كده اقل شويه. حمري الدقيق مع الزبده زي ما عملنا النهارده كده لغايه لما يتحول لفوم لرغاوي ولونه يغمق وريحته تطلع، بس ما تحرقيهوش. وبعد كده اهو تروحي حاطه عليه اللبن وضرباه بالمضرب السلك مع رشه ملح لغايه لما يغلي معاكي كده. البشاميل خلص ما فيهوش اي مشكله خالص، ما بحطش فيه بيض. في ناس بتحب تحط البيض، ممكن تضيفي بيضتين للصوص كله، بس انا ما بحبش طعم البيض فيه ولا بحطه على الوش. بعد كده اهو بتعملي اللحمه المعصجه، بتحطي البشاميل في قعر الصينيه عليه المكرونه عليه اللحمه مكرونه تاني والبشاميل من تاني وتدخليها الفرن لغايه لما تستوي. احنا قلنا كده جاوبنا على كل الاس ام اس. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، جربوا الاصناف دي وقولوا لي رايكم فيها، هتعجبكم جدا ان شاء الله. اشوفكم على خير.